أي سؤال اللي احنا شرحناه قبل كده؟ الله ينور عليك يا باشمهندس حازم، ربنا يجعله في ميزان حسناتك. تسلم محمود، تسلم حبيبي. حد عنده أي سؤال يا شباب؟ فضل قوموا يا شباب. باشمهندس، شباب في الجروب اللي ما سجلش يسجل. طيب يلا بينا نكمل. نيكست سلايد. نيكست. طيب هو حاليا هنبدأ نتكلم عن ده، حاجة اسمها التيك انديكيتورز. ايه هي المؤشرات اللي تقول لي انا احتمال ابقى واخد كيك، وايه المؤشرات اللي تقول لي ان انا اخدت كيك فعلا؟ طيب الحاجات اللي على الشمال البرايمري دي حاجات انديكيتورز ان انا ابدا اشك ان انا احتمال يبقى عندي كيك. الحاجات اللي على اليمين انا كده معايا كيك اوريدي ولازم اتصرف. طيب نبدا بالبرايمري فاست انديكيتورز. بيقول لك ايه هي الانديكيتورز اللي تقول لك ان انت احتمال يبقى معاك؟ بيقول لك زياده في معدل الحفر بتاعك، زياده في التورك بريك، تغير في سرعه البمب والبريشر بتاع البمب بتاعك، وهكذا وهكذا وهكذا، حاجات كتير. جميل، احنا نبدأ نمسك واحدة واحدة كده. طيب هو بيقول لك لو انت عندك حاجة من البرايمري تعمل ايه؟ تعمل فلو تشيك. احنا شرحنا يعني ايه فلو تشيك يا شباب، حد يقول لي يعني ايه فلو تشيك؟ بنشوف فيه جين ولا لأ تمام، ازاي؟ بالمعدل بتاع اللي هو الخارج يكون أكتر بكتير من اللي داخل. لا انا قلت. طب قول يا احمد. اتفضل يا احمد قول. انا بقفل البامب واشوف التشيك فور فلو، بشوف الفلو اللي جاي اللي قد ايه. تمام، زي ما قال احمد كده، ان انا بعمل زي ما قلت لكم، اول حاجه بعملها بوزيشن للسترينج، بعد كده بقفل البامب بتاعتي لو انا مشغلها، بعد كده باوبزرف السيرفيس بتاع الليفل بتاع الطفله بتاعي سواء ستاتيك او دايناميك. لو ستاتيك يبقى نيجاتيف، لو دايناميك يبقى انا كده محتاج ابدا اتعامل مع ان انا معايا ويل كنترول سيتويشن. طيب نخش على النكست سلايد. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان 75 ل 80% من حالات الويل كنترول دي بتحصل وانا بعمل تريبنج. ليه بقى؟ بيقول لك ان انا بخسر الاي بي ال او الانولار بريشر لوس اللي احنا شرحناه. جميل، او بسبب ان انا وانا طالع غصب عني البوتوم هول بريشر بتاعي بيقل. طيب في ايه تاني؟ يقول لك امبروبر فيلر. يعني ايه؟ يعني بيحصل معايا سوابنج او سيرجنج. احنا قلنا الاثنين عكس بعض، السوابنج ان انا ببقى طالع البوتوم هول بريشر بتاعي بيقل، انما السيرجنج بقى نازل بسرعه فبزود البوتوم هول بريشر لدرجه ان انا باكسيد الفراكشر بريشر، فببدا افقد الطفله بتاعتي اللي موجوده في الانالوس، فبيقل الهيدروستاتيك بريشر ايفينشولي، بلاقي ان انا بيحصل عندي ويل كنترول سيتويشن. طيب بيقول لك وايل تريبنج ذا تريب تانك از ذا موست امبورتنت ويل كنترول ديفايس اون ذا ريك. تمام، في حاجه بقى نوت كده، بيقول لك اكوردنج تو اي بي اي ار بي 53 اون ذا تريب تانك half barrel must be easily detected by the readout arrangement. يعني ايه الكلام ده؟ ما ينفعش اي تانك اقول عليه ان هو تريب تانك. التريب تانك ده بيبقى مصنوع خصيصا بفوليوم صغير، بحيث ان اي تغير في حجم الفلويد جواه لازم انا اعمل له ديتكت. يقول لك ان انت لازم تحس بفقدان النص برميل، سواء فقدان او زياده. جميل، يبقى تريب تانك ده انا وانا طالع او نازل تريب
خلينا نقول مثلا ده في اي تريب، تلاقيه في اي بريمة حفر. قبل ما نبدا تريب لازم نتاكد ان التريب تانك بتاعنا نضيف في الاول ايا كان نوع الطفل اللي كانت موجوده فيه. بعد كده لو انا طالع فانا محتاج اعوض الميتال ديسبليسمنت ده، فبملى التريب تانك من الطفله اللي اوريدي موجوده في البير وابدا اضخ من التريب تانك جوه البير. طيب لو انا نازل يبقى انا هيطلع لي طفله من البير، يبقى لازم اعمل لاين اب ان الطفله اللي طالعه لي دي تروح على التريب تانك. جميل يا شباب. طيب اشمعنى التريب تانك؟ لان احنا زي ما قلنا ده بيبقى اصغر تانك عندك في السيستم، فاي تغير في الفوليوم بتاع المض اللي موجود فيه بتبدا تلاحظه بسهوله. طيب نيكست سلايد. بيقول لك برضو من البرايمري انديكيتورز، نيكست ايوه، بيقول لك ان من البرايمري انديكيتورز بتاعتك ان انت يحصل لك انكريز في الريت اوف بنتريشن الار او بي. طيب احنا زي ما قلنا في الاول خالص واحنا بنتكلم، فاكرين الحادثه اللي احنا اتكلمنا عليها، الار او بي اتغير من 140 قدم في الساعه ل 1020 قدم في الساعه. يبقى اول ما يحصل عندك زياده في الار او بي لازم تقف ستوب وتعمل فلو تشيك كده، في حاجه مش مظبوطه عندك في الطبقات اللي انت بتحفرها. طيب نيكست سلايد بيقول لك انكريز ان تورك اند دراج. التورك ده يا شباب زي ما انتم عارفين ان احنا بنحفر، واحنا بنحفر ازاي؟ بالتوب درايف مثلا. معظم الريجز دلوقتي بتستخدم التوب درايف، ما بقيناش كنا زمان بنستخدم حاجه اسمها الكيل. طيب التوب درايف ده بيحفر ازاي؟ عباره عن السترنج، هو بيلف بتورك معين. حلو. طب لما التورك ده يزيد، الدراج ده يا شباب ان هو دراج لما السترنج بتاعك بالبلدي كده يتزحلق، يبدا يتزحلق منك، تقول لك انا معايا دراج. يعني بدل ما انت كنت شايل، وليكن مثلا نقول كنت شايل وزن السترنج اللي هو مثلا 200 طن، بدا يقل معاك تدريجيا فبدا يحصل معاك دراج. يبقى انت لما يحصل انكريس في التورك ودراج ده برضه برايمري انديكيتور. طيب نيكست سلايد بيقول لك تشينج ان بامب سبيد اند بريشر. يعني ايه الكلام ده؟ هو انا لما باخد كيك يا شباب المفروض ايه اللي هيحصل للبريشر بتاعي؟ الهيدروستاتيك بريشر بيقل. الله ينور عليك. فده هيسمى معايا ان انا كل الجيجات اللي عندي، سواء بقى عندي في كبنت الحفار او عندي عند الستاند بايب او عندي في عند المطبم، هلاقي البريشر بيقل. فلما البريشر بيقل زمان في البراريم القديمه كان اللي بيحصل ان لما البريشر بيقل كان فين الاستروكات اللي هي حركه اللاينر جوه البيستن جوه اللاينر، زي ما قلنا الاستروكات دي بتزيد عشان عايزه تعوض البريشر اللي قل مره واحده ده. بس حاليا في البراريم الجديده ما بقاش الاوبشن ده موجود، يعني مهما البريشر قل هتلاقي ان سرعه البمب ثابته. حد عنده سؤال في النقطه دي؟ تمام نكمل. طيب نيكست سلايد بيقول لك برضه من البرايمري انديكيتورز يقول لك عندك ديكريز ان شيل دينستي. هو الطبيعي يا شباب ان انا كل ما بنزل في الدبس ايه اللي بيحصل للدينستي بتاع الشيل؟ بتزيد. طب لما مره واحده يحصل لي ديكريز في الشيل بتاع الدينستي، ده من البرايمري انديكيتورز ان انا واخد كيك، بقى عندي انسفيشنت مود ويت عشان اهندل البريشرايزد شيل. فده انا بعرفه ازاي؟ بعرفه من الشكل بتاع الكاتنج بتاع الشيل على الشيل شيكر. بيطلع لي ازاي بقى؟ بيطلع لي لونج، يعني بتبقى قطع طويله ومدببه كده. اتفضل يا محمود. زي ابر كده هندسه. بالظبط. اتفضل يا محمود. اتفضل يا محمد اللي رافع ايده. باشمهندس انا كنت بس عندي الحته اللي هي بتاعت ال تشينج ان بامب سبيد اند بريشر. تمام. هو ايه يعني ايه بقى موضوع اللي هو السرعه ده، زياده السرعه فيها يعني؟ بص 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 يا محمد، البامب احنا زي ما اتفقنا البريشر اللي بيبقى عند البامب ده
هو عباره عن ايه؟ حجم البريشر اللي انت محتاجه عشان الطفله بتاعتك تمشي في السايكل الطبيعي بتاعها لحد ما تطلع الشيل شيكر. فالبمبات دي شغاله بايه يا محمد؟ انت عندك الباور سيستم في البريمه عباره عن ديزل انجن وجنريتور. الجنريتور ده بيطلع كهرباء بتردد معين او بهرتز معين وامبير معين والكلام ده. انا عشان البمب بتاعتي تطلع لي 2000 بي اس اي البريشر، محتاجه ان هي تبقى واخده امبير مثلا ايا كان الرقم. مره واحده البريشر قل والبمب على نفس الامبير، فتبدا سرعه الاستروكات تزيد. عارف انت بالظبط ازاي؟ ما تبقى مثلا عارف العجله لما بيبقى فيها غيارات، تمام، لما انت بتعلي غيار مش البدال بيخف معاك، ايوه تمام، بتتحرك اسرع. هي دي نفس الموضوع، البمب كان عليها ضغط عالي فكانت بتتحرك بسرعه معينه، مره واحده الضغط ده قل تمام فالسرعه بتاعتها زادت. تمام يا باشمهندس، تمام. طيب يبقى احنا قلنا الشيل، نخش على النكست سلايد. ده شكل اللي على اليمين ده بقى ده الاب نورمال، اللي على الشمال ده النورمال. شايفين شكل الشيل والكاتنج طالع عامل ازاي؟ بيقول لك لون سيلنتري ويز انجولار ايدجز. ده على طول انديكيشن ان انت عندك كومباكت شيل وعندك انسفيشنت مود ويت. نخش على النكست سلايد، الجاز مط، الجاز كات مط. نخش على النكست سلايد كده. طيب يعني ايه جاز كات مط؟ حد عارف الكونكشن جاز يا شباب؟ كونكشن جاز ده اللي انا باخده اثناء الكونكشن، يعني انا موقف البمبات فاخدت جاز من الفورميشن. حلو، ممتاز، 10 على 10. طب اشمعنى لما بوقف البمب بيحصل معايا ظاهره الجاز كونكشن دي؟ عشان خسرت الاي بي ال فالهيدروستاتيك اقل من الفورميشن. ممتاز، يبقى انا كده افهم ان انا المضغوط بتاعي هو السفشن، انا اللي عامل لي كنترول بس هو الدايناميك بوتوم هول بريشر بمساعده الاي بي ال. يعني صح، تمام. طيب ايه اللي بيحصل لما الجاز دي تطلع بقى؟ اللي بيحصل ان انت كل ما بتسيب الجاز دي فتره طويله بتبدا تخش في الكولن بتاع الطفله اللي موجود عندك في الانس. طب الجاز دي الدنسيتي بتاعتها عاليه ولا قليله؟ قليله. طب هتعمل لي ايه في وزن الطفله اللي موجوده في الانولوس؟ هتقللها برضه، فبالتالي بتقلل بيكون يجيك بتقلل حتى يجيك. ما هي مش هي هتاخد يعني مش على طول كده مره واحده هيجيك يبقى زي بوكت غاز كده عند هيقل. هيقل هو اصلا كده الجاز كونكشن اصلا نسبه صغيره اصلا في البير ما بطفي البامب في الويل بور. طب واحده الفلوكس الاول يا باشمهندس حازم، واحده واحده بس عشان اعرف مين اللي بيتكلم وارد عليه. نبدا واحده واحده كده، اتفضل يا محمود. هو يديك انفلوكس الاول كده مؤشرات؟ لا، الانفلوكس ده مش مؤشرات يا محمود، الانفلوكس ده يعني معايا جهد، انا خدت انفلوكس خلاص، انا كده فول كنترول سيتويشن. احنا لسه في مرحله، احنا لسه في البرايمري انديكيتورز. تمام، ان انا معايا حاجه اسمها كونكشن جازز. يعني ايه كونكشن جازز؟ يعني انا لما بوقف المضم بلاقي عندي نسبه الجازز عاليه قوي، فبيروح المض لوجر مبلغ الكمباني مان انا معايا كونكشن جازز وليكن 200,000 280,000. احنا في مره حصل معانا ويل كنترول سيتويشن ان كان مع كل كونكشن كان في كونكشن جازز عماله تزيد، المضغوط قل
لدرجة إن إحنا أخذنا كيك. يا باشمهندس اتفضل. هو أصلا الكونكشن جاز يعني هو نسبة صغيرة أصلا بتكون داخل البير ما بطفي البامب، فما هطفي البامب بالتالي يعني هيفقد عندي اللي هو الانالوس بريشر. لا بص بص يا محمد انت كده مش فاهم، مش الطبيعي ان انا اخد كونكشن جاز برقم عالي. لما يبقى انا باخد كونكشن جاز برقم عالي معنى كده ان انا الطفله بتاعتي في حاله الاستاتيك الوزن بتاعها مش كفايه عشان اوفر كام الفورميشن بريشر. تمام يعني انا مش الطبيعي معاها على طول كونكشن جاز برقم عاليه، لا المفروض ان انا الطفله بتاعتي في حاله الاستاتيك الوزن بتاعها برضو يديني بريشر يوفر كام الفورميشن بريشر. طب لو انا فضلت معتمد على الاي بي ال والديناميك بوتوم هول بريشر ابدا الاحظ ان انا كل كونكشن باخد جاز 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 جاز، لما كل الجاز دي تتجمع في الانولس هتقلل لك ايفينشولي الهيدروستاتيك بريشر، صح ولا مش صح؟ لان الدنسيتي بتاعتها قليله فبتبدا تقلل لك وزن الطفله بتاعه، فيحصل اندر بالانس فعلا يبقى الفورميشن اكبر من الهيدروستاتيك. بالظبط. تمام. نخش على نيكست سلايد. هو بيتكلم في اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه، بيقول لك ان connection gases are detected at the surface as a distinct increase above the background gas as bottom up is circulated after a connection. بيقول لك ان هو when the pump off for connection the well is flowing when running back no gain. ايه السبب ان احنا خسرنا البي الاي بي ال في البوتوم هول بريشر بقى اقل من الفورميشن بور بريشر كوزن ذا ويل فلو. طيب ايه الاكشن اللي انا باخده بقى؟ ان انا اعمل ليميتيشن للدريلنج ريت. جميل. وما اعملش كونكشن تاني لحد ما اتاكد ان انا عملت بوتوم اب وسركلت كل الجازز اللي موجوده في الانولس عندي وابدا اقيس الطفله بتاعتي عشان اتاكد ان المد ويت ده سفيشنت ان هو يوفر كام الفورميشن بريشر. تمام يا شباب؟ طيب نخش على النكست سلايد الفلوت شيفت وايل دريلينج وايل تريبينج. احنا اتكلمنا ايه هو الفلوت شيك، اتكلمنا ازاي بنعمله. تمام نخش على الـ next slide. طيب بيقول لك لو الويل بتاعك continues to flow after the pumps are off then shut in the well. يبقى انت لو بعد ما وقفت بامب لقيت ان انت لسه معاك جين ومعاك فلو لازم تشوت ان ذا ويل. يعني ايه بقى شوت ان ذا ويل يا شباب؟ حد يقول لي كده اللي هو فروق القفل مثلا جميل البير سواء بالبلو اوت بريفنتور مثلا عشان مثلا البير ما يطلعش عليا. في بقى في بعد كده في طرق الرماد كمان، في اللي هي البايب رام ديت انا اقفل البير لو البايب جواه دي السترينج والبايب، وفي البلاين. لا ثانيه واحده كده محمد انا مش سامعك بس علي صوتك. سامعني كده حضرتك؟ اه اتفضل. وانا بقول ان انا هقفل البير كده سواء هقفل والبايب والدريل سترينج جواه او سواء ان انا هقطع او سواء ان انا هقفل ومفيش حاجه جوه. لا لا احنا لسه ما وصلناش للقطع، ربنا ما يجيبش قطع. هو دي اخر حاجه هرجع ليها القطع خالص، بس انا لازم اول حاجه هوصل عليها هي ان انا هقفل والبايب جوه، يعني اخر حاجه دي خالص القطع. تمام. طيب احنا عندنا نوعين من الشوت ان، عندنا حاجه اسمها هارد شوت ان وسوفت شوت ان. جميل. طيب انا عندي حاجتين ما لهمش ثالث وانا على البريمه، يا يعني اما بحفر يا يعني اما بترب. ده بالنسبة للويل كنترول، يا إما بحفر يا إما بترب.
يا دريلينج يا تريبينج، فقول يا محمود. هيبقى على حسب الشوت ان بروسيديوس بتاعي، سواء انا هل شغال حفر ولا شغال تريبينج، كل حاجه ولها جميل. طريقه قفل معينه. طيب تعرف تقول لي الفرق بين الاثنين؟ بالنسبه للهارد، احنا عامه في مصر شغالين الاغلبيه هارد شاتن. تمام. طبيعي شغالين هارد في مصر. تمام. الطبيعي بقى يعني البيوبي هقفل البيوبي، تمام، والتشوك مقفول. اول حاجه هتعملها هتقفل البي او بي؟ لا، شات داون مات بامب. لا مش اول حاجه برضه. ازاي مش المفروض اقفل البامب الاول؟ لا، وده سؤال في الاي دبليو سي اف محمود، بيقول لك ليه انا اول خطوه بعملها ان انا بعمل بوزيشن للسترنج ما بقفلش المات بامب. ايوه ماشي، ما انا اكيد هظبط البوزيشن عشان البايبرام ما يقفلش على الجوينت. ما اقفل المات بامب وبعد كده اعمل بوزيشن سترنج يا محمود. تمام. يعني ايه الفرق؟ حاجه عشان مهمه ماكسمايز البريشر في البوتوم، يعني عشان ما اخسرش الاي بي ال يا شباب. بالظبط. تمام. يبقى انا اول حاجه بعملها بعمل بوزيشن للسترينج. يعني خش كده على النكست سلايد عشان برضه يبقى الكلام قدامكم. نكست نكست. هو بيقول لك ان احنا، لا ارجع ارجع. طيب هو بيقول لك ان احنا عندنا حالتين، يا اما هارد شوت ان يا اما سوفت شوت ان. طب مين اللي بيحدد لي انا بشتغل هارد ولا سوفت؟ الاونر اللي انا شغال معاه هو اللي ليه الحريه في اختيار انا هشتغل هارد ولا هشتغل سوفت. بس احنا عندنا في مصر الاغلبيه بتشتغل هارد شوت ان، وهنعرف اشمعنى الهارد شوت ان. هو في ميزه مش موجوده في السوفت، هو في ميزه وفي عيب هنتكلم فيه. طيب نيكست سلايد. نيكست. هنرجع لده تاني بس لما نبص مع بعض على الستبس. نيكست عشان تبقى قدامكم برضه. طيب يبقى احنا عندنا اول حاله بيقول لك وايل ايه؟ وايل دريلينج. يعني انا دلوقتي بحفر يا شباب. طيب انا بفرق ازاي ان الهارد شوت ان والسوفت شوت ان؟ انتوا عارفين يا شباب في حاجه اسمها التشوك مانيفولد. التشوك مانيفولد ده عباره عن سكيد كده عليه مجموعه من الفالفات، كل اللي مطلوب منها ان هي بتعمل تشوكينج او بتخنق على البريشر. طيب التشوك مانيفولد بيبقى فيه بلف معين او معروف دايما اسمه الادجستابل تشوك. الادجستابل تشوك في منه نوعين، يا اما مانيوال اوبريتد يا اما هيدروليكلي اوبريتد. نركز الحته دي بس عشان مهمه قوي. يبقى احنا قلنا اللي تشوك مانيفولد ده عباره عن مجموعه من الفالفات، كل اللي مطلوب منها ان هي بتعمل تشوكينج على البريشر، بتخنق على البريشر وبتوجهه في مكان معين. طيب في بلف معين موجود فيه اسمه الادجستابل تشوك. الادجستابل تشوك ده في منه نوعين، مانيوالي اوبريتد وهيدروليك اوبريتد. طيب في حالة الهارد شوت ان الادجستابل مقفول، يبقى في حالة الهارد شوت ان الادجستابل ايه؟ مقفول. طب في حالة السوفت الادجستابل تشوك مفتوح. قبل ما نكمل انا لازم، يعني حد عنده سؤال في النقطة دي بالذات؟ اتفضل يا محمود، انت رافع ايدك. لا معلش انا اتاكد غلط، معلش انا اسف. طيب حد عن يعني حدش فاهم يا شباب النقطه دي؟ لان هنبني عليها الكلام اللي جاي كله. اللي مش فاهم فيها سؤال او عنده فيها سؤال يتفضل ويقول. تمام نكمل. يبقى احنا قلنا الفرق اللي انت تعرف من انت شغال هارد شوت ان ولا سوفت شوت ان. الادجستابل تشوك بتاعك لو مقفول انت شغال هارد شوت ان، لو الادجستابل تشوك مفتوح انت شغال سوفت شوت ان. طيب ايه هي الستبس؟ هما الاثنين هتلاقيهم
قريبين جدا من بعض. الفرق بين الهارد شوت ان والسوفت شوت ان ان انا في الهارد شوت ان بقفل على الفلو، انما في السوفت شوت ان عندي دايما طريق مفتوح للفلو. تمام يا شباب؟ طيب نبص على الستيبس كده واحنا شغالين حفر وعايز اعمل هارد شوت ان. اول حاجه بعمل بوزيشن للدريل سترينج، ثاني حاجه بستوب البمب، بوقف البمب وبوقف الار بي ام اللي هي الدوران بتاعي، بعد كده كلوز ذا بي او بي، بعد كده اوبن الاتش سي ار، بعد كده ريكورد بريشر. نمسك واحده واحده. احنا قلنا ايه هو بوزيشن الدريل سترينج؟ ان انا بطلع الدريل سترينج بتاعي بحيث ان انا ابقى شايف التول جوينت بتاعتي اباف الروتري سيرفيس. هي دي مش قاعده ثابته، هي بتعتمد على حاجه تاني اسمها الار كي بي بتاع الرج اللي انت شغال عليها. يعني ايه الار كي بي يا شباب؟ حاجه اسمها الروتري كيلي بوزيشن، روتري كيلي بوزيشن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ارتفاع الروتري تيبل من على وش السيلر. لازم ابقى انا عارف المسافه دي قد ايه عشان ابقى متاكد ان انا لما ابقى شايف قدامي التول جوينت بتاع الماسوره، هل الجزء اللي موجود جوه البي او بي كله ما فيهوش اي تول جوينت ولا لا. جميل. يبقى احنا اول حاجه عملناها عملنا بوزيشن للدريل سترينج، ثاني حاجه ستوب للمطبم، ثالث حاجه هقفل البي او بي. طيب البي او بي ده بيتكون عامه من كذا رام يا شباب؟ حد يقدر يقول لي البي او بي ايه الرام اللي موجوده فيه او بيتكون من ايه؟ الباي برام والبلايند رام والشير رام. لا مش مظبوط. الاولى يا باشمهندس حازم اتفضل يا محمود. بيتكون من الانولر، بعد كده التوب رام، بعد جميل. كده الشير او البلايند، جميل، بعد كده اللاين الاتش سي ار اللي هو الهاي كلوز ريشيو او الخط الكل لاين، بعد كده البوتوم رام بتاع. تمام. طيب ممكن نرجع على الصوره اللي قبلها كده عشان نشطح عليها. لا اللي قبلها، اللي قبلها ده البي او بي قدامنا يا شباب. انولر باي برام، ايوه انولر باي برام لاين برام، بعد كده باي برام. طيب شايفين الحته اللي في النص البيضه اللي طالع منها خطين ناحيه اليمين والشمال؟ الخط اليمين ده اللي تشوك لاين او الاتش سي ار زي ما قال محمود الهاي كلوزنج ريشيو، والخط الشمال ده الكل لاين. الخط اليمين ده مكمل معايا لحد ما بوصل للي تشوك مانيفولد، هو اللي قدامي ده اللي على اليمين ده، مجموعه البلوفه دي هي اللي تشوك مانيفولد. جميل. طيب انا شباب دايما بيجي يسالك في الويل كنترول بيقول لك انا لما هاجي اقفل انهي رامه فيهم؟ حد يقول لي غير محمود؟ الانيولر رام. اللي عنده اجابات تانية يقول لازم اقفل رامه فوق الدريلنج سبول عشان اخلي في مكان لسيركل منه اللي هو التشوك لاين. اصلا ما ينفعش اقفل الرامه اللي تحت خالص. مين اللي بيتكلم؟ احمد صلاح. الناس انت في سنه كام ولا في كليه ايه؟ انا في فرقه ثالثه بترول السويس. رجاله السويس حبيبي يا هندسه، الله ينور عليك. ده سؤال دايما بيجي في الويل كنترول يا شباب، اشمعنى ينفع اقفل الانولر او الباي برام الانولر او التوب رام بس؟ فبتبقى الاجابه بسيطه جدا، عشان يبقى عندي الطريق اللي هو بتاع الاتش سي ار اكسسبل. لان انا لو قفلت الباي برام طب الفلو اللي طالع لي ده هاخده على التشوك مانيفولد ازاي؟ تمام. ممكن تاني الجزئيه دي يا باشمهندس؟ بيسالك بيقول لك وانا ينفع اقفل انهي رام لما اجي اعمل شوت ان للوجه؟ فانت بتقول له والله على حسب الكونفيجريشن بتاع البي او بي بتاعي، بس رول اوف سام كده ان لازم اقفل رامه اباف الاتش الدريلنج سبول اللي فيها الاتش سي ار والكيل لاين، عشان انا لو قفلت البوتوم رام مش هقدر اكنترول الفلو اللي طالع لي ده واخده على اللي تشوك مانيفولد.
تمام تمام مش مهندس. تمام طيب نرجع بقى على السلايد بتاع البروسيجر تاني. طيب اللي قبلها يبقى احنا عملنا ايه؟ عملنا بوزيشن للدريل سترينج، فهمناه، عملنا ستوب للبمب، عملنا كلوز للبي او بي، وقلنا احنا ينفع نقفل انهي رامات من البي او بي، وبعدين عملنا ان احنا فتحنا الاتش سي ار اللي هو اللي تشوك لاين. بعد كده هبدا ريكورد البريشر. زي ما انا قلت لكم الفرق الجوهري بين الطريقتين ان انا في الهارد شوت ان بقفل على الفلو، في السوفت شوت ان انا دايما عندي طريق مفتوح للفلو. خلينا نبص بقى كده، نبص الناحيه الثانيه على الستبس بتاع السوفت شوت ان. الفرق اول نقطه زي ما هي بوزيشن دريل سترينج، ثاني نقطه زي ما هي ستوب بامب. طب ثالث نقطه قال لك لا افتح الاتش سي ار الاول، بعد كده كلوز البي او بي، بعد كده كلوز الريموت تشوك، بعد كده ريكورد البريشر. تمام يا شباب، عرفنا الفرق بين الهارد شوت ان والسوفت شوت ان. حد عنده اي سؤال في النقطه دي؟ تمام، يبقى احنا كده خلصنا الشوت ان بروسيجرز وايل دري. نيكست سلايد. طيب احنا قلنا عندنا حالتين، يا اما دريلنج يا اما تريبنج. نخش بقى على التريبنج. في حاله الهارد الادجستبل تشوك مقفول، في حاله السوفت الادجستبل تشوك مفتوح. طيب حد يقدر يقول لي انا ايه الانديكيشن بتاعي ان الادجستبل مقفول ولا مفتوح؟ الراجل بتاع بترول السويس. أنا مش عارف والله هندسة. طيب أنت لما تطلع أي بريمة تحت وأنت عايز تبان بقى إن أنت وات فيت، يعني بتروح على حاجة اسمها السواكو بانل أو الريموت كنترول بانل بتاع اللي تشوك مانيفولد، بيبقى عليها كذا جيج. تبص على الجيج بتاع البوزيشن بتاع الأدجستبل، لقيته مقفول يبقى هم شغالين إيه؟ هارد. لقيته مفتوح سوفت. تمام بس. تمام 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 فهمنا الحته دي يا شباب. يبقى انت مش محتاج تسال حد، ومش يعني مش محتاج تسال حد من الدريلنج كرو او كمباني مان او المود لوجر او ايا كان مين اللي عند الريمه. انت لو عايز تعرف الريمه شغاله هارد شوت ان ولا سوفت شوت ان، كل اللي عليك ان انت تروح للسواكو بانل او الريموت تشوك بانل، تبص على البوزيشن جيج بتاع الادجستبل تشوك، شوفوا مقفول ولا مفتوح. والله لو مقفول يبقى احنا شغالين هارد شوت ان، طب لو مفتوح يبقى احنا شغالين سوفت شوت ان. طيب خلصنا احنا الدريلنج، دلوقتي هنتكلم بقى التريبنج. بيقول لك ايه اول حاجه؟ بيقول لك سيت توب تول جوينت اون سليبس تاب بول اوبننج سيفتي بول كلوز سيفتي بول كلوز ذا بي او بي open ال HCR لكورت البشر. طيب حد يقدر يقول ايه الحاجة المختلفة هنا عن الدريلينج؟ ال full opening safety valve. جميل، حلو، الله ينور عليك يا احمد. طيب ايه هو ال full opening safety valve يا شباب؟ طيب اقول انا ايه هو الفول اوبننج سيفتي فالف. الفول اوبننج سيفتي فالف ده عباره ليها قطعه كده شبه الدريل بايب بالظبط، بس هي بتبقى قصيره شويه، جواها بول فالف، جواها بول فالف، عباره عن حاجه بحطها بحطها بربطها فوق السترنج بتاعي عشان ما يجيليش فلو من جوه السترنج، وبروح قافل الفول اوبننج سيفتي فالف ده. تمام، حتى عنده سؤال يعني ايه فول اوبننج سيفتي فالف؟ تمام،
يبقى هو الفرق ما بين الاثنين في التريبنج ان انا بس بانستول الفول اوبننج سيفتي فالف وبقفله. يعني المفروض بعد كده في حاجه ان انا لو خلاص اتاكدت ان انا في ويل كنترول سيتويشن زي ما قلت لكم ان احنا هنعمل حاجه اسمها الستريبنج، فبحط فوق الفول اوبننج سيفتي فالف تول كمان اسمها الاي مانوال اي بي او بي او الجري فالف. ليه بقى بحط الجري فالف ده؟ الجري فالف عباره عن وان واي فالف. يعني ايه وان واي فالف؟ يعني حاجه بتسمح ان الطفله تعدي من خلالها بس ما ترجع ليش، يعني تسمح ان الطفله تنزل لتحت بس ما تطلعش. فانا بانستول المانوال اي بي او بي، جميل، بعد كده برجع افتح فول اوبننج سيفتي فالف. طب ليه انا فتحته؟ لان طبيعي المانوال اي بي او بي مش هيسمح فلو يطلع لي من جوه السترينج، وبعد كده ببدا في الستريبنج. حد عنده سؤال في النقطه دي يا شباب؟ حد عنده سؤال؟ انا فاهم ان انت ممكن يكون في حاجات كتير مش فاهمينها، فلو واحد عنده سؤال يسال عشان الكل يفهم، محدش يتكسف يسال. انا الحاجات دي احنا ما بناخدهاش في الكليه، حتى الراجل بتاع بتول السويد عارف احنا ما بناخدش ويل كنترول في الكليه، فمش طبيعي ان انا يبقى حد فينا عارف الكلام ده. دي حاجات احنا درسناها بعد لما بدانا نشتغل. طيب ما فيش حد عنده سؤال، نيكست سلايد. طيب زي ما انا قلت لكم في الاول ان هو الفرق ما بين الهارد شوت ان والسوفت شوت ان كل حاجه ليها ميزه وعيب. طيب ليه احنا دايما في مصر بنحب نستخدم الهارد شوت ان؟ لان هو زي ما انت شايف ما في بسرعه، اول حاجه بوزيشن اقفل على طول، مش لسه بفتح وبعد كده بوجه الفلو في ناحيه معينه، لا انا بقفل على طول. طيب ده بيسهل لي في ايه او الادفانتج بتاعته في ايه؟ ان هو الانفلوكس بيخليه as small as possible. ايه هو الانفلوكس يا شباب؟ هو كميه الفلويد اللي دخلت من الفورميشن جوه الانولس. ده الادفانتج. يبقى الادفانتج من الهارد شوت ان ان هو بيخلي الانفلوكس ده as low as possible. طب ايه الديس ادفانتج؟ ان احيانا ما بقدرش اوبزرف حاجه اسمها الفوتين كيسنج بريشر. ليه ما بقدرش؟ لان زي ما احنا قلنا كل حاجه مقفوله. جميل، يبقى ده الهارد شوت ان. طب السوفت شوت ان ايه العيب اللي فيه؟ ان احنا زي ما قلنا ان هو requires more steps، ده بياخد وقت اطول، فده بيخلي لي الانفلكس اكبر. تمام يا شباب، حد عنده سؤال؟ احنا كده خلصنا الهارد او شوت ان، او سواء هارد او سوفت، سواء انت شغال دريلينج او شغال تريبينج. تمام، هنخش على بعد كده على حاجه، والمفروض ان احنا عندنا حاجتين بعد كده، الليك اوف تيست، والمفروض بعد كده هاو تو كيل اويل يعني. بس احنا هاو تو كيل اويل ده هياخد منا وقت طويل، فممكن ناخد بس نشرح السيشن دي الليك اوف تيست، وبعد كده ان شاء الله في سيشن تانية ناخد الكيلينج ميثودز. طيب ليه انا بعمل ليك اوف تيست يا شباب؟ عشان اشوف الفورميشن بيستحمل قد ايه، عشان اشوف الفورميشن، اشوف الفورميشن ده هيتكسر على البريشر كام وعلى الدبس كام. ممتاز، عشان اعرف الفراكشر بريشر. قول يا محمود. ليه انا الفورميشن بتاعتي هتكسر عند بريشر قد ايه؟ مظبوط،
طيب انا بعمل ليك اوف تيست عشان اعرف الفراكشر بريشر بتاع الفورميشن بتاعتي. طيب الفراكشر بريشر ده انا بستفاد منه ايه؟ الفراكشر بريشر ده بيدخل معايا في حسابات حاجه اسمها المازب، الماكسيمم اللوبل انولر سيرفيس بريشر، دي حاجه في الكلينج ميثود وحاجه ادفانسد شويه هنبقى نتكلم فيها بعدين ان شاء الله. وبيدخل برضو عشان اعرف الماكسيمم اللوبل مود ويت، عشان ما احطش مود ويت يديني هيدروستاتيك بريشر اعلى من الفورميشن، اعلى من الفراكشر بريشر، فيؤدي الى ان انا اعمل فراكشر في الفورميشن. تمام. طيب في المجمل انت مش هتلاقي براريم كتيره بتعمل ليك اوف تيست. احنا بنعمل حاجه تاني اسمها FIT Formation Integrity Test. حلو، ايه بقى الفورميشن انتجريتي تيست يا عبد الرحمن؟ نفسه هو يعني احنا مثلا بنكون مثلا حفرين اصلا بير قبل كده في المنطقه دي، فاحنا عارفين احنا مثلا لما ندخل مثلا طبقه ابرواش هنستخدم بريشر قد ايه. اما الليك اوف تيست ده لا، احنا لسه بنحفر وايلد كات، ما نعرفش اصلا ايه. ممتاز، زي ما قال عبد الرحمن كده. يبقى الفرق بين الليك اوف تيست والفورميشن انتجريتي تيست ان انا الليك اوف تيست ده وايلد كات ويل، دي منطقة أنا أول مرة أحفر فيها، أنا ما أعرفش أصلا الفورميشنز اللي عندي نورمال أب نورمال سب نورمال الفراكشر بريشر بتاعها قد إيه. بالنسبة للإف أي تي أنا أوريدي عارف الفراكشر بريشر بتاعها قد إيه، وفي التيست ما بوصلش للفراكشر بريشر، أنا بوصل للماكسيموم ليميت اللي أنا احتمال أستخدمه، قد يكون 80% مثلا. فأنا بعمل تيست ب 80% من الفراكشر بريشر وبشوف هو هيعمل هولد ولا لا. تمام كده؟ عايز تقول كده يا محمود؟ طيب نكمل. طيب اعدي كده 3 4 سلايدات السلايد اللي فيه الجراف، وخلينا بس نسيبنا من الكلام ده، انا كله ده هشرحه، خلينا نبص على الجراف ده. لا ارجع اللي قبليها. حلو، اللي في الجراف، اللي في الجراف ايوه هو ده يا راجل. اطلع 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 قدام قدام قدام، بس خلينا نبص على الجراف ده. الليك اوف تيست لما باجي اعمله ريبريزنتيشن على الجراف بيبقى جراف، حد يعرف على الاكس اكسس ايه وعلى الواي اكسس ايه من غير ما نغش من على الجراف يعني؟ طب نغش؟ طيب حد يقول ايه السؤال؟ معلش يا باشمهندس، بقول لك انا لما باجي بعمل الليك اوف تيست وبعمله ريبريزنتيشن على الجراف زي ما ايوه قولي انجكشن بريشر المود بامب ان بارل الايه مود بامب ان بارل، انا بقراها من على الجراف. جميل، المود بامب ان بارل افضل ادخل في تكون في طفله علشان ازود البريشر، ولحد ما الاقي البروشر ده بينقص معايا بعرف ان الفورميشن عندي كسر. جميل بالظبط كده. يبقى الجراف على الاكس اكسس هو حجم الطفله اللي انا ضغطتها، وعلى الواي اكسس هو البروشر بتاعي. المفروض العلاقه ما بين الاثنين لينير لحد ما يبدا يحصل عندي ديفليكشن في الجراف. اول ما يبدا يحصل عندي ديفليكشن ابدا اعرف ان انا وصلت كده خلاص الفراكشن. طيب ايه هي بقى الستبس ان انا اعمل الليك اوف تيست، او امتى بعمل الليك اوف تيست؟ حد يقول لي كده. في بدايه كل سيكشن تقريبا، كل داتا كل محفر فورميشن جديد بعمله عشان اختبر السيمنت يعني. انا مثلا او في الابر الاستكشافيه بتقول حازم
كلكم ممتازين. خلينا بقى نقول في النيو كيسنج هول هندسه ليه النيو كيسنج هول لما مثلا اعمل رول جديد افرول جديد بالظبط. طيب بعمله ازاي بقى يا شباب؟ انا خلاص خلصت حفرت السكشن بتاعي ونزلت الكيسنج بتاعي جميل، بحفر من 10 ل 25 قدم في النيو فورميشن. حلو حلو. بعد كده بطلع بالدقائق بتاعي لحد الكيسنج جو. يعني انت الخطوات مهمه، اول حاجه بحفر الشو تراك بتاعي، بعد كده بحفر من 10 ل 25 قدم في النيو فورميشن، بعد كده بطلع بالدقائق تاني لحد الكيسنج جو، باخد بوتوم اب كامل بحيث ان الطفله بتاعتي يبقى كلها واحده. جميل. بعد كده ببدا ارفع بقى البريشر بتاعي عن طريق ان انا بضخ من السيمنت يونت. حد يقول لي اشمعنى السيمنت يونت يا شباب؟ معلش ممكن تجيب السؤال ده؟ ليه بستخدم السيمنت يونت في الليكو فيست؟ لان حجمها بيكون اكبر من البامب يونت العاديه. لا هذا الكلام غير صحيح. البريشر بتاعها بيبقى اكبر. هذا الكلام غير صحيح برضه، لان هي مور اكيوريت في البامب فوليوم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني السيمنت بامب ممكن تضخ لك ربع برميل نص برميل، انت ممكن تتحكم فيها، فالاكيوريسي بتاعتها اعلى من المد بامب بتاعتك بكتير. تمام يا شباب؟ عرفنا ليه بنستخدم السيمنت بامب مش المد بامب؟ كده احنا خلصنا الليكو فيست. حد عنده سؤال في الليكو فيست؟ تمام. نيكست سلايد. جميل. هو جايب لك هنا مساله بسيطه خالص. عمل الليكو فيست، جاب البريشر بتاعه، بيحسب لك الفراكشر بريشر. طيب نعدي نعدي نخش على سلايد 65. نفس الكلام هنا، ده بيحسب الفراكشر جريدينت. طالما انا جبت الفراكشر بريشر بقسمه زي ما اتفقنا على تي بي تي عشان اجيب الجريدينت. لا ارجع ارجع مره واحده. طيب ايه هو الماس ده يا شباب؟ المست او الماكسيمم اللوبل انلو سيرفيس بريشر. ببساطه كده هو البريشر اللي انت لو ضفته على الهيدروستاتيك بريشر اللي اوريدي موجود هيعمل لك فورميشن بريك داون او فراكشر ريفورميشن ات ذا ويكست بوينت. دايما دايما في الويل كنترول بتاخد ان اضعف نقطه عندك هي الكيسنج جو. دايما بتاخد في الويل كنترول ان اضعف نقطه عندك هي الكيسنج شو. يبقى هو الناس قلنا ان ده الماكسيمم اللوبل انولار سيرفيس بريشر او البريشر اللي انا لو ضفته على البريشر اللي اوريدي موجود الهيدروستاتيك بريشر اي اكسيد الفراكشر بريشر وهيؤدي الى فورميشن بريك داون. تمام يا شباب؟ نخش بعد كده على ازاي هحسب المزب في الكيل شيت. لازم اجيب الفراكشر جريدينت. خش نيكست سلايد. طيب هو هنا بيقول لك ازاي احسب انا الاف جي او الفراكشر جريدينت. بيقول لك الفراكشر جريدينت بيساوي A بلس 0.052 multiplied by b multiplied by shoe vertical depth divided by shoe
vertical dips. ايه هو الاي وايه هو البي؟ الاي ده البريشر اللي انت جبته من الليك اوف تيست، والبي ده المط ويت اللي انت بتستخدمه حاليا. جميل، لما تحسب الحسبه دي هيديك الفراكشر جريدينت. طيب لما يديني الفراكشر جريدينت عايز اجيب الماس، الماس بيساوي ايه بقى؟ دوس كده، دوس جاست كليك اللي بيقلب السلايد ممكن يدوس بس عشان الداتا تبدا تظهر للناس اللي معانا. ليه يا باشمهندس عايز تقلب السلايد؟ اه محمد اقلب السلايد بس واحنا ايوه ارجع انا كنت عايز الداتا تظهر بس عشان الناس تبقى ارجع خطوه واحده بس. جميل، يبقى احنا حسبنا الفراكشر جريدينت زي ما احنا شايفين كده. انا في الاخر عايز اجيب بقى ايه؟ عايز اجيب الماس، الماس اللي هو زي ما قلنا ده البريشر اللي انا لو حطيته على الهيدروستاتيك بريشر هيؤدي لي للفراكشر بريشر. طب انا ليه عايز احسب الماس؟ عايز احسب الماس عشان لما اجي اتعامل مع الويل كنترول سيتويشن انا ما ينفعش باي حال من الاحوال اتعدى القيمه دي عشان ما اعملش فورميشن فراكشر. طيب اهو ده حساب الماس قدامنا في الكيل شيت. جميل، نخش بعد كده بعد ما حسبنا الماس عايز يعرفك حاجه تاني، يعني ايه كيك توليرانس؟ ايه هو الكيك توليرانس يا شباب؟ حد عنده فكره؟ اللي ايه يا باشمهندس حازم؟ الكيك توليرانس حتى عنده فكره يا شباب اللي هو الناس الماكسيمم الاوبل، يعني اللي الحاجه الماضي يقدر يستحملها من غير ما يحصل لي كيك. لا مش من غير ما يحصل لي كيك، او يعني بص الكيك توليرانس ده الماكسيمم انفلوكس جين اللي انا ممكن اخده جوه الانيلوس من غير ما اكسر الطبقه بتاعتي او اكسر الويكست بوينت عندي في الويل. مش احنا قلنا الماس ده كميه البريشر الماكسيمم بريشر اللي انا ممكن احطه على الاكزيستنج هيدروستاتيك بريشر قبل ما اكسر الطبقه بنفس التعريف كده. يبقى الكيك توليرانس ده الماكسيمم انفلكس اللي انا ممكن اخده جوه الانالوس لما اكسر الويكست بوينت عندي وهي الكيسنج شو. نخش على الـ next slide كده. بيقول لك ايه هو الـ equivalence أو الـ gain maximum allowable is defined at the influx gain which when circulated out of the well results in formation breakdown at the weakest point in the well assumed at the casing shoe. تمام يا شباب، عرفنا يعني ايه مزد ويعني ايه كيك تولرانس؟ حد عنده اي سؤال؟ ممكن تفهمنا تاني الكيك تولرانس؟ بص الكيك تولرانس ده هو بيقول لك ان انت ده حجم الانفلوكس او حجم الفلو اللي انت ممكن تاخده جوه الانولس وتسركله بره البير، ده الاقصى حجم ممكن تاخده يعني قبل
ما تكسر الفورميشن بتاعتك عند اضعف نقطه اللي هي دايما بنعتبرها الكيسنج شوت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انا بيقول لك والله انا كيك تولرانس بتاعي بعد ما عملت الاف اي تي وعملت ال او تي وحسبت الفراكشر جريدينت وحسبت الكلام ده وحسبت المز، انا بقول لك والله ان الكيك تولرانس بتاعي 20 برميل او 10 برميل. معنى كده ايه؟ ان انا لو خدت انفلكس ازيد من 10 برميل في الانالوس بتاعي انا هكسر الفورميشن بتاعتي في الويكست بوينت اللي هي الكيسنج شو. تمام يا هندسه. تمام. نيكست سلايد. جميل. ده الكيك تولرنس كيك انتنسيتي. في نقطه بقى هنا الريك ديتكشن فريش هولد. يعني ايه الكلام ده؟ حاليا في البراريم يا شباب في الدريلنج سيستمز بيبقى حاطط الحفار او محطوط للحفار ليميت. بعد الليميت ده لو في بياخد جيم بيبقى عنده الارمات لحاجه اسمها الكيك ديتكشن سيستم. بيبقى في السيستم بتاعه ايا كان نوع البريمه او ايا كان السيستم اللي هو بيستخدمه بيبقى حاطط الكنترول عنده والله انا لو خدت الراجع مثلا زياده 5 برميل يديني الارم. هو ده اللي يقصده بالريج ديتكشن ريش هولد. تمام. طيب ممكن نخش على النكست سلايد. نكست سلايد. السلايد اللي بعده. خلاص. واللي بعده برضو عدينا الكيك تولرانس احنا خلصناه. اللي بعده. طيب هنتكلم بقى عن اخر حاجه هنشرحها النهارده ان شاء الله وهي السلو بامب ريت او السلو سيركيوليتنج ريت الاس سي ار او الار سي بي ليها كذا مسمى. يعني ايه سلو بامب ريت يا شباب؟ هي حاجه بعملها دايما عشان اقدر احدد الريت اللي هشتغل بيه اثناء عمليه الكيلينج. جميل. فعايزين نفهم ايه هو الاس سي ار، بعمله ازاي وامتى بعمله. بيقول لك انا ليه بعمل السلو سيركيوليتنج ريت، ليه بعمله يا شباب؟ عشان اعمل اتفضل. يعني انا ما نقدرش نعمل كنترول للكيك باستعمال ريت تبع الدريلينج. ممتاز. ليه بعمل عشان ما نعملش وشوت في الـ في الـ السير في الـ في اللاديس التشوك مانيفولد. التشوك مانيفولد يس. جميل. وعشان عندي ليميتيشن في الفوليوم اللي ممكن المود جاس سيبريتور يهندله. وعشان مينيميز بريشر. ممكن تعرفنا بقى حضرتك عبد الحق؟ انت من الجزائر؟ من الجزائر عبد الحق. اهلا وسهلا بيك، مشرفينا النهارده. الله يسلمك. حركت في الصناعه ولا طالب؟ لا بشتغل. طب لا مش اجوب الطالب، مش اجوب الطالب ده يا دكتور. ايوه حد متمكن زي سوبرفايزر. حضرتك شغال ايه؟ دريلين سوبرفايزر. اهلا بيك. الله يسلمك. اهلا بيك، شرفتني. يبقى انا بستخدم زي ما قال الهندسه كده، انا بستخدم بعمل الاس سي ار لان انا ما اقدرش اشتغل في الكيلنج بنفس الريت اللي بشتغل بيه. ليه الكلام ده؟ لان انا الفلو اللي انا بستخدمه في الحفر بيبقى اعلى بكتير جدا. فانا هعمل ووش اوت في التشوك مانيفولد. جميل. مش هقدر المضم المضجه السبريتور بتاعتي مش هيقدر
يهندل كمية الفلو دي كلها. جميل، لازم برضو احط في الحسبان ان انا لازم ادي وقت للراجل اللي شغال على التشوك مانيفولد في الاوبننج والادجاستنج. جميل، في حاجه كمان يعني فكر حاجه بيقول لي برضو ليس فايبريشن للبي اتش بي للبوتوم هول بريشر لما اشتغل بريت اقل، برضو بيديني وقت ان انا احضر الطرفه بتاعتي في الكيلينج واقيسها. غير كمان ان هو بيديني قابليه لان انا السيستم بتاعي لو اشتغلت بنفس الريت اللي بشتغل بيه في الحفر مش هيبقى عندي الكباسيتي الكامله على السيستم ان انا اغطي كل الفوليوم ده. تمام يا شباب؟ طيب امتى بعمل الاس سي ار او الار ار سي بي؟ في الطبيعي يوميا لازم مرتين على الاقل. اشمعنى مرتين؟ مره مع كل شيفت تشينج الحفار بيطلع يبدل الحفار بعد ما بيعملوا الهاند اوفر بتاعهم. الطبيعي ان هو بيعمل مع الكونكشن او الكونكشن الجديده بيعمل السلو بامب ريت او السلو سيركيوليتنج ريت. يبقى دي اول حاله. طيب تاني حاله ايه؟ ان انا غيرت اي خاصه من خصائص المض بتاعي، غيرت وزن الطفل، غيرت ايا كان البارامترز بتاعتي، يبقى دي تاني حاله. طيب تالت حاله ان انا غيرت النوزلز بتاع الدقاق بتاعي. لو غيرت النوزلز بتاع الدقاق فانا غيرت زي ما اتكلمنا قبل كده ان النوزلز دي دايركتلي كونكتد للاي بي ال، فانا غيرت البوتوم هول بريشر بتاعي فلازم ارجع اعمل الاي اس سي ار تاني. طيب لو حفرت سيكشن طويل ازيد من يعني حفرت 500 قدم في شيفت واحد لازم ارجع اعمل الاس سي ار برضه. بعد ما بقتل البير برضه بعمل الاس سي ار. طيب ازاي بقى بعمل الاس سي ار يا شباب؟ هو حاجه بسيطه جدا خالص، ان انت بتشغل البامب بتاعك، كل بامب منفصل على حسب انت الرجل بتاعك اكويبد وذ مات بامب واحده او اثنين او ثلاثه. طبعا الواحده دي هتلاقيها ورك اوفر دايما، احنا في الحفر البير مينيمم بتاعك اثنين، في اثنين وثلاثه. جميل، فبتشغل كل واحده سيبريتلي بسلو بلو اس بي ام او ستروك بير مينت. في الاغلب بنتكلم 30 و40 و50. يبقى بشغل البامب بتاعي على 30 ستروك بير مينت واخد البريشر. طيب البريشر ده باخده منين؟ باخده من على سواكو بانل، وباخده من على من عند كابينه الحفار، وباخده من على البامب. لازم القرايات الثلاثه يبقوا ايدنتيكال، بس هو في الواقع ما بيبقوش ايدنتيكال، او بيبقى في مارجن للسنسيتيفيتي بتاعه البريشر جيجز دي. يعني ممكن تلاقيه بلس اور ماينس 20 بي اس اي، بس بتلاقيهم كلهم قريبين جدا من بعض. فببدا اشغل كل بامب البامب بتاعتي لوحدها على 30 او 40 او 50 واريكورد البريشر اللي هي مطلعه. تمام يا شباب؟ عرفنا ايه هو الاس سي ار؟ اتفضل يا وليد. اتفضل. المايك مفتوح يا وليد. اتفضل يا وليد. طيب هو يعني المفروض ان انا الكورس ده بشرحه على كذا يوم. اتفضل يا وليد.
معلش سؤال بالنسبة للسيار. هو في كثير آراء، كل واحد يقول لك كم تأخذ السيار هذه، كم تتخذها 20 اس السيار أو اس بي ام أو 30. فأحيانا بيقول لك أنا عارف إن هي بص الاي دبليو سي اف مش حاطه رقم محدد بعينه. اه صح جميل. فهو الموضوع بيبقى بيلت على ايه؟ على المكان اللي انت شغال فيه. يعني احنا عندنا يعني او كان عندنا في مصر المتعارف عليه ان احنا دايما بنعمل 30 و40 و50. ان احنا بيقول لك احيانا تاخذ ربع او ثلث الريت اللي كنت تحفر به، معناته انت كنت تحفر بريت تاخذ الربع تبعه 1/4 او مثلا 1/3، هذا الاثنين تاخذهم. مظبوط. بس هو عامه الاي دبليو سي اف ما قالش رقم معين بعينه، يعني هي حاجه بيست براكتس برضه. معلش يا هندسه عندي سؤال، لو مثلا انت نسيت ما اخذتش السير هاي وبعدين جكك انت، نفترض انه الدريلر ما نسي ما اخذتش السير، نسي ياخذ السير وجكك، فبعدين لما تيجي تعمل الكنترول لازم تاخذ بعين الاعتبار هاي النقطه. ممكن فهمنا هيك كذا للشباب كيف؟ لا دي حاجة أنا بقى نتكلم فيها إحنا، إيه لأن الشباب مش هيفهموا الكلام اللي إحنا بنقوله، لأن دي كانت حلقة يعني حلقة. حتى لو قلبت عندك في البرزنتيشن الحلقة دي أنا حطتها، لأن دي من أصعب الحالات، يعني مش من أصعب الحالات، من يعني مثلا أنا كنت حاطط سيناريو you have been transferred to a new rig, it's a crew change, you have just stepped on board and the driller who just came with you phones and tells you we have just taken a kick. انت مش عارف اي حاجة غير المضويت الSCR، الحفار نسي، مفيش هاند اوفر، الشوتن دريل بايب ريشتر برضو مش عارف تقراه لان في فلوت في البيت صب، هتعمل ايه؟ فدي حاجة مشروحة لما ببدل الكورس الناس اللي مش للشباب الصغير يعني. فاحنا ممكن احنا بعد الميتنج نتكلم سوا مع بعض. معلش مش مشكله عادي. طيب يا شباب، حد عنده اي سؤال في اللي احنا شرحناه النهارده؟ انا على قد ما اقدر والله حاولت ابسط الموضوع. انا عارف ان في مصطلحات كتير انتم مش ممكن ما تكونوش فاهمينها، هو الكورس بس في الاول ممكن يبقى صعب شويه، بس مع شوية قراية. وأنا البرزنتيشن اديته لمحمد، البرزنتيشن معاكم يعني لحد ما احنا وصلنا، ممكن تقروا الجزء ده، ولو حد عنده أي سؤال في أي حاجة أنا تحت أمركم يعني. هو لسه في جزء كده يا هندسة ولا أنت خلصت؟ احنا لسه يعني النهاردة ممكن نتفق على يوم تاني، عشان أنت لو تعبت هم تعبوا، ممكن نتفق على يوم تاني مفيش مشكلة. ممكن تكمل فيه براحتك، عرفنا بس الجزء اللي جاي بقى هو الكيلينج ميثودز، فدي هتاخد وقت طويل وفيها حوارات كتير يعني قوي. لا يبقى ده تعمله برواقه، ممكن نحدد ميعاد سيشن تاني بحيث يبقى الكورس كامل متكامل. واستاذنك بس عشان الناس اللي طلبت الكونتاكت بتاعك هنحطه لهم على الجروب بتاع الواتساب، بحيث ان هم اللي عايز يتواصل مع حضرتك، الناس اللي كانوا مشرفينا من الصناعه النهارده يتواصلوا مع حضرتك مباشره يعني. تمام يا دكتور، تمام. فشوف حضرتك كده، رتب بقى مع الشباب وانا معاك برضو الوقت اللي يناسبك، ونعمل يعني تقعد براحتك تشتغل برضو، شوف الوقت اللي يناسبك ويناسب الجميع ونظبط عليه ان شاء الله. ان شاء الله. ماشي يا هندسه. ماشي يعني انت هتقف لغايه هنا صح كده؟ يعني كده بالنسبه للشباب حلو قوي. طيب تمام خلاص. عبد الرازق ومحمد هيتفقوا مع حضرتك عايز تكمل امتى في اليوم اللي يناسبك، يعني حتى لو عايز خلال الاسبوع ده قبل رمضان ماشي، عايز هي المشكله بس ان انا حاليا في السايت، فيعني انا النهارده اجازه وبكره الصبح راجع السايت تاني، فهيبقى صعب وانا في السايت. فممكن ان شاء الله مع اول اجازه اكلم حضرتك او اكلم الشباب وضمك معانا. خلاص اول لما تاخد اول اجازه، ويبقى يوم برضو يوم جمعه كده صباح وراء اجازه برضو،
عشان نبقى براحتنا معاك برضو وتحدد لنا بس اليوم واحنا نكمله. تمام. مش اي مشكله خلاص، حتى لو في رمضان بعد التراويح احنا برضو بنسهر عادي، مفيش مشكله. ان شاء الله رمضان كريم. وحضرتك طيب واكرم. الله الله اكرم. ماشي. طيب يا عم. حد عنده اي سؤال يا شباب؟ بالنسبه ان احنا جدد معاكم، فقط اعطونا كيف ندخل المره الجايه، امتى يكون الميعاد؟ انت حضرتك معنا على جروب الواتساب؟ لا مش معاكم، انا فقط عرفني بالكونفرسيشن صاحبي فدخلت مباشره. طيب هو دخل عن طريق الاعلان اللي احنا حاطينه على الفيسبوك. طب معنا على الفيسبوك على الصفحه بتاعه الشابتر. طب ما صفحه الشابتر بنعلن عليها كل حاجه، ولو دخلت على البوستر بتاع المهندس حازم هتلاقي فيه جروب واتساب، اضغط على اللينك هتبقى معانا، تبقى ابديتد بكل حاجه وتاخد الكونتاكت بتاع المهندس وتبقى على تواصل معاه برضو. تمام شكرا لك. كمان على جروب لا ما فيش مشكله خالص، على جروب الواتساب كل السوشيال ميديا لينكس موجوده، ممكن تتابع من اي حاجه بقى اللي يريحك تتابع عليه. تسلم. العفو يا فندم. خلاص كده عبد الرازق. تمام مش اختم يا سعاد. حابة اشكر حضرتك جدا بالنيابة عني واعضاء شاطر اي بي جي مطروح والحضور الكريم، هي كان سيشن ممتع جدا واستفدنا، ونتمنى ان يكون في سيشن كتيره مع حضرتك. شكرا ليكم، واسف لو طولت عليكم او اي حاجه، وزي ما اتفقنا لو حد عنده سؤال في اي وقت يا ريت انا معاكم على جروب الواتساب ممكن نتناقش هناك. بإذن الله يا باشمهندس. بإذن الله. شكرا جزيلا، وشكرا كل الناس اللي حضروا معانا الليلة وقعدوا لغاية دلوقتي، وتصبحوا على خير ونشوفكم بإذن الله. أنا سابق بساعتين هنا دكتور. لا احنا خلاص معنا نتعشى وننام بقى، انت براحتك انت بقى. والله فرصة سعيدة باشمهندس حازم، وكتر خيرك بجد، انت لو كنت مهتنا انه كورس كنا زبطناه سلسلة سيشنز بحيث ان انت تبقى براحتك وتستفيد في الديسكشن مع الاودينس هنا، بس مرحوقة بإذن الله. ان شاء الله. بإذن الله. ماشي تصبح على خير. حضرتك من أهلا.